شيخ عرب همام، انا ليه عندك طلب ورجاء. تحت امرك يا هانم، امري. انا حرم عثمان بيك الفكاري. يعني حضرتك مش من حريم علي بيه؟ بعد هروب عثمان بيك اخدني اسيرة عنده. وطلباتك ايه يا هانم؟ تعتقني من علي بيك واكون مدينة لك بالفضل ده طول عمري. لا حول ولا قوة الا بالله. فضل حضرتك مطرحك، ضيفة معززة عنا، اللي عاوزه ربنا يكون. وده سر الشيخ عرب. سرك في مين يا بنت الناس؟ سلام عليكم. عليكم السلام. خير يا همام؟ عاوزاك في ايه ست مشيخه؟ عاوزاني في طلب. مالك؟ ماليش، بس بيقولوا كل اللي يشوفها يتعلق فيه. اللي يشوفها يا ستي، انا اتحتت معاها وانا طالع في الارض. برضو عاوزاك ليه؟ ولا سر؟ ايوه سر. واه، سر عليا انا؟ بعدين يا صلاح، بعدين، كله باوان. ونويت ميتة ان شاء الله. نويت على ايه؟ على اوانه يا ابو درويش. لما روحك يا صلحة، انت مرة كبيرة عين. اتكلم لك بحراوي عشان اعجبك؟ قول لي شيخ عرب، ايه يعجبك شيخ عرب؟ قول لي. وانا لو عايز 100 جارية تتحدث معايا بحراوي، ايه اللي يمنعني؟ ايه اللي يمنعك؟ امنعك انا. بأمارة ايه يا صلحة؟ فرجيني. كذا امارة، بنت عمك ومرتك وحبيبتك وام ولدك. يبقى تسكتي وتوعي الحديد زين. هقول لك ايه يا همام؟ هتقول لي المره دي وسوست لك وقالت لك ايه ورجعتك شارب كده ليه ولا لا؟ صالحه، هتسيبيني انام مرتاح ولا ناويه تضايقيني؟ قول وبعدين نام على راحتك. ما هقولش وهنام مرتاح، وانت روحي نامي مع ورد اليمن. يلا. هكلمك صح. وانا هتكلم صح. روحي نامي مع ضرتك، ما فيهاش رعب. خلاص، قول ونام على مهلك. وانا ما ارجعش في كلامي. يلا روحي نامي هناك، يلا توكلي. ايه اللي حصل؟ اقول لك ايه، لم روحك، هتضايقيني هسيبك وانام وحدي في اي حته. لا لا، فرشتك وقعدك اتفضل. ده بس كلام يعني، عسل ايه اللي زعله منك؟ وانت مالك؟ واه، خلاص يا بوي براحتك. ده السر جاب عليا انا يا همام. ايوه، ايه هو السر ده؟ وش معنى عليك انت؟ هتتخمدي ولا ولع فيكي؟ واه، باين على همام طلع روحك. طلعت روحك انت. ورد اليمن. نعم. انا متغاظه قوي. متغاظه يبقى تقولي لي. خاتون عفريت هانم دي مالها؟ وقفه جاره الملكومه هتوسوسه. دي غلبانه قوي، ما هتقومش من على سجاده الصلاه. ايوه، بس كانت هتقول له ايه وليه ما رضيش يقول لي؟ همام شه، والمره لو قالت له على طلب ما ينفعش يقول ويكسفها. لا، بس يقول لي انا صالحة ما يداريش علي حاجة. ما انت لو سبتيه كان هيقول، هو ما يحبش حد يقول له قول. اسم الله اسم الله، الربعية هتعلم امها الرعية؟ هتعلمين يا بنت همام هيحب ايه وما يحبش ايه؟ لا بعد الشر، انا هقول على كد مخي يعني انه ما داراش، هو ما كانش عاوز يقول دلوقت لانه ما يخبيش حاجة على صالحة ابدا. ايوه كده تعدلي، بس ممكن تكون جالت له ايه؟ محدش عارف، يمكن جالت له انا عاوز اتجوزك. في مرة تقول لراجل عاوز اتجوزك؟ مش عرفنا، مش يمكن كده في بحري؟ ملكومة عاوز يقضي عليك. لا، الدور ده حسيت انه هيكبرني من ساعة ما زعج مع اسماعيل، وانا حاسس انه عرف قيمتي. اشمعنى؟ حاسس كده، وقبل كده قعدني مطرحه في المجلس. عاوز تبقى شيخ عرب يا عيسي؟ عاوز ابقى بقيمتي يا رحمه، عاوز ابقى كبير وباعتراف. يلا جهزي لي حالي يا بنت عمي يا حبيبتي. اول مره تبقى راجيك كده في الكلام. عشان نفسي راضيه، اداني مقامي. ترجع بالسلامه.
تعليمكم يا علي بيه. بس انا سايبهم امانه عندك وضمان يا شيخ العرب. الرجاله ما عاوزاش ضمان يا علي بيه، وانا ارجل من اخذ حريمك ضمان عندي. يا سلام، طول عمرك راجل شرف ومروءه يا شيخ همام، وده يرعاني من الاول. انا كمان طمعان في مروءتك يا علي بيه. رقبتي يا شيخ همام. خاتون هانم. خاتون هانم؟ مش فاهم. خاتون هانم حرم عثمان بيه الفقاري لجأت لي واستنجدت بي، وانا بستأذنك انك تسيبها. اسيبها؟ اسيبها لمين؟ هنبنوا لها بيت كبير في خدم وعبيد، ونسيبها براحتها تذكر ربنا. هو دي طلبها ورجاءها منك. تعرف انا قبل سفري جاي استسمحك انك تخليها هي بالذات تسافر معايا الحرب. انا مش قادر اتخيل حياتي بدونها ابدا يا شيخ همام. علي بيه، انت راجل وتعرف ان الرجوله والكرامه تقدر تعفي وتسامح مره ما عاوزاش تقعد مع حد غصب عنها. انا لو لقيت في عين مرضي نظره كره ما تقعدش في بيتي ليله. طيب تسمح لي القي عليها نظره؟ اودعها يا شيخ همام؟ تفضل يا علي بيه، بيتك ومطرحك. خاتون؟ نعم. انت صحيح مش عايزاني؟ ايوه ارجوك تعالي معايا، هعمل لك هناك بيت لوحدك. انا حسيت بالراحه هنا، ارجوك تسيبني على راحتي. عمري ما حبيت حد قدك، انت الوحيده اللي اغلى عندي من طموحي يا خاتون. سعد جهز الركائب الهوان. شاكرين ضيافتكم وشهامتكم ومرؤيتكم يا شيخ همام. معاك للمنيا يا علي بيه، ما نهملكش غير هناك. والله ما يصح. من غير يمين يا بيه، تفضل. انت ما رحتيش معاهم ليه يا خاتون هانم؟ شيخ عرب همام طلب من علي بيك ان افضل هنا. يا مرحبا يا مرحبا. وعجبك السعيد انت يا هانم؟ قوي. عجبك قوي؟ يعني قوي كمان؟ يا مرحبا يا مرحبا. دي جميلة، عمري ما هنساها وهفضل طول عمري ادعي له. ادعينا كلنا يا حبيبتي، ادعينا ان ربنا يلطف بينا. سبتها ليه يا همام؟ جميلة؟ وهيكمل جميله ميتها.